السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخنوق، عايز تزود دخلك الشهري، نفسك ان رزقك يزيد، عايز فلوس، عايز فلوس. هو ربنا بيدي فلوس يا جماعة؟ اسهل دعاء ممكن يستجاب لك هو الدعاء بالفلوس، على فكرة بالذات الفلوس، يعني ممكن اسهل من حاجات كتير جدا انت محتاجها في حياتك، بالذات الرزق عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى، لو انا عندي برج كبير وانت حبيبي ما ادكش فيه شقة بكل سهولة، ربنا عنده الدنيا واللي فيها، ربنا قادر سبحانه وتعالى، ربنا كريم سبحانه وتعالى. عشان كده الناس اللي بتفكر تجيب فلوس ازاي، يروح يقول لك اشتغل اعمل كليب عاري، والعياذ بالله اعمل تروح تشتغل يعني في كليبات، يروح يبقى مطرب مهرجانات، يروح يبقى يوتيوبر مثلا يقدم اي حاجه حتى لو فيها حرام او اسفاف، يروح يبقى بلطجي وينشل شنط الستات. الناس عايزه فلوس باي طريقه يا جماعه، الناس عايزه تزود دخلها والدنيا بقت غاليه، نعمل ايه؟ عايزين فلوس يا رب، عايزين تزود لنا رزقنا يا رب، عايزين تزود لنا دخلنا الشهري يا رب، عايزين تفتحها علينا يا رب، عايزين بارك لنا في رزقنا يا رب. انا هديكم الوقت 20 سبب باذن الله سبحانه وتعالى في 3 دقائق يا شباب، في 3 دقائق يا جماعه، للجميع من الصغير للكبير. ولكن انا عايز كل واحد منكم، مش هتقدر تجيب ال 20، انا عايزك تنقي 2 3. هنبدا مع بعض، يلا بسم الله. رقم 1، ورد يومي ثابت من الصلاه على رسول الله. يا راجل، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام لما ابي بن كعب قال له اجعل لك نصف صلاتي، قال له ان زدت فهو خير لك، كل ما تزود الخير هيجي في حياتك، قال له اجعل لك صلاتي كلها، يعني ورد يومي ثابت، صلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك، ربنا هيوسعها عليك وربنا يفرج عليك. يبقى رقم 1 ورد يومي ثابت من الصلاة على رسول الله، تقول مثلا 50 مرة، 20 مرة، 100 مرة، اكتر اقل، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. موضوع بسيط، ده رقم 1. رقم 2، قال الركعتين يا جماعة، معجزة الركعتين. والله انا بكلمكم رب من فوق 7 سماوات يسمعني. في يوم من الايام كنت مديون في مبلغ كبير، يعني بعت العربية وسددت جزء من الدين ولسه عليا فوق ال 200,000 دين، صليت ركعتين لربنا، بس صليت ركعتين بكيت لله، عيطت لله، ما نمتش وانا عليا منهم جنيه، ما نمتش وانا عليا منهم جنيه. ربنا قادر. الركعتين، تتوضى وتقف على سجاده الصلاه، وتقف على سجاده الصلاه وعيط لربنا. الكلام ده كلام مجرب ومضمون، وكل الاسباب ده هي اسباب مجربه ومضمونه يا جماعه، ثقه في الله وربنا سبحانه وتعالى فتح علينا. الحاجه الثالثه الاستغفار. النبي عليه الصلاه والسلام يقول من لازم الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار. السبب الرابع، الرضا، انك تبقي راضيه ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، راضين يا رب بس عايزين كمان، سيؤتينا الله ورسوله من فضله، انا الى الله راغبون، ربنا هيديك لو من قلبك راضيه عن الله. السبب الخامس، حمد الله، دايما تقولي الحمد لله وتفتكر اللي ربنا اداهولك، لئن شكرتم لازيدنكم. السبب السادس، الدعاء بين الاذان والاقامه. اوعى تضيع الوقت ده، اوعى تضيع اول ما الاذان جدا اجري على الجامع وارفع ايدك وادعي ربنا. الدعاء بين الاذان والاقامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. والله يا اخواني، بين الاذان والاقامه من اعظم اوقات تفريج الكروبات وتنزل الرحمات من الله، الدعاء بالذات ما بين اذان واقامه صلاه الظهر، لان النبي قال على الوقت ده تفتح ابواب السماء، في الوقت ده بالذات بتفتح ابواب السماء. يبقى الدعاء بين الاذان والاقامه. السبب السابع، الصدقه اليوميه، وده سر رهيب. انا مش بقولك طلع كل يوم 100 جنيه ولا طلعي كل يوم 50 جنيه، طلع كل يوم جنيه، طلع كل يوم 5 جنيه، طلع كل يوم، اعمل صندوق كده تحط فيه كل الفلوس الفكه او الخمسات او العشر اللي ربنا يفتح عليك بيه بقى، واللي ربنا يعينك عليه، وكل ما تنزل ادي. مش لازم تتصدق على واحد فقير، مش لازم تتصدقي على واحده معدمه، ادي، اتصدق، طلع. الصدقه اليوميه لها سر رهيب. السبب الثامن، الاستقطاع الشهري، انك تعمل استقطاع شهري من دخلك، يا اما مثلا 10% بالنسبه، يا اما خلاص 100 جنيه شهريا، 200 جنيه شهريا، ايا ما كان اكثر اقل، انا هطلعهم لله او هطلعهم لاسره فقيره. والرحمه بالفقراء والمساكين، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. من اسباب رحمه الله بيك انك ترحم. يبقى ده رقم 8 الاستقطاع الشهري. رقم 9 صله الرحم ولو بالمكالمه، ثبت يوميا مكالمه لحد من ارحامك، فكرة مهولة، يوميا ثبت مكالمة. انت عندك مثلا 40-50 حد من قرايبك، يبقى انت كل واحد هتعدى عليه كل شهر مرة، ثبت يوميا مكالمة واحدة بس، يبقى بعد المغرب او بعد العشاء او بعد العصر هرفع التليفون وهتصل بحد من ارحامي، وهاتي كل قرايبك واعملي مثلا حرف واحد كده قبل كل اسمائهم، يبقى لسته معروفة. يبقى صلة الرحم، من اراد ان يبسط له في رزقه ربنا يوسع له قوي فليصل رحمه. السبب العاشر، جبر الخواطر، اجبروا خواطر الناس، فرحي لو تقدري تفرحي حد، لو تقدر
تقدر تجبر خاطر حد. لو الشهامه مع الناس ان لو حد احتاجك ساعد الناس، مش لازم يكون فقير، ممكن واحد غني بس محتاج مساعده، محتاج جبر خاطر، محتاج اتصال، مكالمه، اطمئنان. جبر الخواطر من اعظم اسباب ان ربنا يجبر خاطرك. رقم 11 حسن الظن في الله والثقه في الله، انك تبقى عندك يقين، يبقى عندك يقين. والله يا رب ما هتضايق علينا، والله يا رب ما هتسيبنا ولا هتتخلى عنا ابدا يا رب. اليقين الراسخ ان ربنا مش هيسيبنا ولا هيتخلى عنا ولا هيضيقها علينا. حسن الظن والثقه واليقين في الله ده اعظم سبب فيهم كلهم، ده اسرع سبب فيهم كلهم. يا رب يا رب جمل ظننا فيك وحسن ظننا فيك. رقم 12 يا جماعه السعي، السعي الجد والبكور في السعي. السعي بقى اشتغل واطلب وحصل وانزل وكافح واشتغل وايقن وانت بتاخد بالاسباب دي ان والله ما هيسيبك، والله ما هيضيق عليك، والله ما هيتخلى عنك. يا جماعه لما بيكون اسباب السماء مع اسباب الارض، الدنيا كلها ربنا بيغير قوانينها. يبقى السعي والقوه في السعي، احرص على ما ينفعك، خليك قوي في سعيك وتجارتك وشغلك ومحاولاتك وعرضك نفسك على الشركات وكل الاحوال، كل حاجه اسعى بكل قوة. رقم 13 الدعاء. الدعاء ده بقى انا مش بقولك في وقت ومعد، في اي وقت ارفع ايدك كده، في اي وقت متوضي مش متوضي، ناحية القبلة مش ناحية القبلة، ارفع ايدك وقول يا رب وسعها علي يا رب. ارفع ايدك. مرة كنت خارج مع اسرتي والوقت ده ما كانش معاه فلوس، يعني اي انسان في الدنيا عادي اوقات واوقات، فعايزين نعمل حاجة فرفعت ايدي وطلبت من الله الرزق. والله في نفس الثانية، في نفس الثانية كان ليا يعني فلوس عند واحد، في نفس الثانية في التليفون الفلوس بتاعتي جات لي. بناتي روحوا قاموا الليل في الليلة دي، يعني كل واحدة روحت اتوضت وصلت وفي سبحان الله في نفس اللحظة بتاعت الدعاء. ربنا كبير. الدعاء. رقم 14 الدعوة الى الله. الدعوة. ببص الوقت في ورقة كده جوه الشنطة بتاعتي وانا جاي اعمل المقطع ده، لقيت وقع منها 200 جنيه، قلت سبحان الله. والله يا جماعة ما هتشوف كرم ربنا زي ما تشتغل في الدعوة، ما هتشوفي كرم ربنا زي ما تشتغل في الدعوة. مش لازم تبقي واحد بتعمل مقاطع ولا واحدة بتدي دروس في مسجد، انك انت تكلم الناس وتكلم اصحابك وتكلم. الدعوة الى الله من اعظم اسباب سعة الرزق، من اعظم الاسباب. رقم 15 العمرة. العمرة بدأت تفتح ايه بإذن الله سبحانه وتعالى. طب الدنيا ده يا عم روح يا عم، يا ما والله العظيم واحنا بنطوف حوالين الكعبة نزل فرج الله، يا ما والله شفيت الامراض في العمرة، يا ما والله، يا ما والله بكلمكم رب من فوق سبع سماوات يشهد، انا بكلمكم عن قصص وقصص لو عايزين نتكلم ساعة الوقتي. يا ما شفيت الامراض واحنا بنطوف، يا ما شفيت الامراض واحنا بنصلي هناك في مسجد النبي او في الكعبة، يا ما فرجت الكربات، يا ما وسعت الارزاق. العمرة تابعوا بين الحج والعمرة، فانما تنفيان الفقر، نفي ينفي من حياتك نفي العمرة. رقم 17 الجواز، الزواج. اتجوز. انت مستني ان يبقى معاك 200,000 جنيه عشان تتجوز؟ انت مستني ايه يا ابني؟ الزواج يا ابني ثلاث حق على الله عونهم، منهم النكح يبتغي العفاف، حق معجز. اسألوا اي حد اتجوز انت ربنا ييسرها لك ازاي، يقول لك يا ابني اتجوز وما تخافش ربنا هيسرها لك ويوسع رزقك. والله انا ما اتجوزت كان دخلي، والله بعد ما اتجوزت دخلي زاد اضعاف يا جماعه. طب ازاي؟ هو مالكش دعوه ازاي بقى؟ هو ربنا هيرتبها من عنده، انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى. الزواج ان يكونوا فقراء انكحوا الايام منكم، ان يكونوا فقراء يغنيهم الله، ده وعد من ربنا هيغنيك بس انت اتجوز. رقم 18 رقم صلاه الفجر. السيده عائشه تقول عجبت لمن لا يصلي الفجر كيف يرزق. يبقى الراجل يصلي الفجر في الجامع والست تصلي الفجر في ميعاده، صلاه الفجر من اسباب سعه الرزق. رقم 19 الكلام مع ربنا. اتكلم معايا، تعرف تتكلم معايا، اقعد دلوقتي كده يا رب، يا رب الدنيا ضيقه معايا، يا رب انا عايز حاجات كتير، يا رب انت قلت اموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني الفلوس ده عمود فقري، يا رب وسعها علي، يا رب افرجها، يا رب ما تسيبنيش، يا رب مش ما تحرمنيش من رزقك بذنوبي، يا رب ما تحرمنيش من خير ما عندك بسوء ما عندي. يا رب يا رب انت جميل وكريم وطيب. كلمه، كلميه، والله العظيم هيرد عليك، والله ما هيسيبك. رقم 20، رقم 20 بقى دي نقطتين، انك هتسيب ترك المال الحرام. لو انت في حياتك مال حرام سيبه، عايز ربنا يوسعها عليك بالحلال سيب الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مالكش دعوه، اتقي ربنا وسيب الحرام ربنا يفتح لك مخرج من الحلال. وترك اسباب ضيق الرزق، ترك اسباب محك البركه من الرزق. الزنا بيجيب فقر والعياذ بالله، منع الزكاه بيجيب فقر والعياذ بالله، الغش في الموازين
لو انت تاجر بيجيب فقر والعياذ بالله، الظلم للناس في المال واكل اموال الناس بيجيب فقر والعياذ بالله، قطيعه الرحم بتجيب فقر وبتجيب خراب والعياذ بالله. فخد بالك من اسباب المال الحرام بيجيب فقر والعياذ بالله، انك تبقى ظالم لحد قطع ارحامك، ظالم مراتك بتجيب فقر. 20 سبب لزياده الرزق يا جماعه. الناس مخنوقه يا جماعه، الناس تعبانه يا جماعه، كلنا نفسنا ربنا يزود دخلنا، كلنا جميعا نفسنا ربنا يوسعها علينا ويزود دخلنا ويفرج علينا، كلنا نفسنا ربنا يزود لنا دخلنا الشهري ويفرج علينا ويقدد ديوننا، معظمنا مديونين، بدل ما نروح نلجا لحرام ولا نلجا لاسباب حرام، وبدل ما نيأس من رحمه الله. في ناس كتير متقلقه ان ربنا ما بيديش فلوس، لا ربنا بيدي فلوس ويمددكم باموال، دي رب ده ربنا اللي بيقول كده، يمددكم في الدنيا باموال وبنين، وربنا بيدي عيال، ربنا بيدي اولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار، ربنا بيدي فلوس. دي بعد قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، احسن الظن بالله، ايقني في الله، خلي املك في الله. اديتكم 20 سبب، اسمع المقطع تاني، اسمع المقطع تاني، اكتب اهم 7-8 اسباب انت تقدر تنفذهم، وركز على 2-3-4 منهم، وباذن الله هتشوفوا نتيجه يقينيه بلا مراء، ولكن تطبقوا باذن الله. ربنا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم وسع ارزاقنا، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم اد الديون عنا، اللهم اد عنا ديوننا، اللهم فرجك الواسع الكريم، اللهم اكشف الهم والغم عنا، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وسع ارزاقنا بالحلال الطيب المبارك يا رب، يا رب. اللهم فرجك الواسع الكريم، يا واسع يا كريم، يا اكرم الأكرمين، يا غني يا قوي يا ولي يا علي، يا أرحم الراحمين، يا عفو يا غفور يا تواب. اللهم إنا نستغفرك ونصلي على نبيك ونثني عليك الخير كله، ونحسن الظن بكرمك ورحمتك ورأفتك ولطفك وودك، يا قريب يا مجيب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق أهل مصر، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاقنا، اصلح اولادنا، واهد قلوبنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم اد الديون عنا، اللهم فرجك الواسع الكريم، يا رب العرش الكريم، يا ثقتنا ويا املنا ويا ركننا الشديد ويا املنا الوحيد ويا مقصدنا وغايتنا وحصننا ونورنا، يا رب العرش العظيم، يا رب انما نحن بك واليك، فوسع ارزاقنا يا رب العرش الكريم، يا من غمرتنا بنعمك وغمرتنا بكرمك وغمرتنا بلطفك وغمرتنا برحماتك وغمرتنا بعفوك وغمرتنا بقربك وودك، يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا صمد، يا رحمن يا قريب يا مجيب. اللهم أمين، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.